الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي عشان يطمننا على المنتخب وعلى البعثة، ويا رب إن شاء الله بإذن الله يفرحونا قبل ما نرجع نتكلم على الأهلي تاني. يا كابتن محمود أهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ عامل ايه اخبارك؟ أخبارك إيه يا فندم؟ كله تمام؟ كله بخير والله الحمد لله. أولا يعني بنبارك لكم على التأهل، وبنبارك لأنفسنا طبعا منتخبنا الوطني الأولمبي، وعندنا حلم كبير جدا تأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وعندنا ثقة كبيرة في نفس الوقت في الجهاز الفني بقيادة ميكالي وأعضاء الجهاز الفني واللعيبة أو اللاعبين الموجودين مع المنتخب. فخطوة مهمة، لكن الخطوة الأهم بتاعت مباراة بكرة إن شاء الله تكونوا في الموعد، وإن شاء الله تفرحونا كلنا. والله يا رب ربنا يكرم بدعواتكم طبعا طبعا ودعوات الشعب المصري كله. الحمد لله ربنا كرمنا، تصدرنا مجموعتنا، موجودين في طنجة، ما سافرناش للرباط، ان شاء الله غني هي اللي هتجينا تلعبنا هنا، ودي كانت حاجة مهمة جدا اتكلمنا فيها مع اللعيبة. اتمرنا النهاردة الساعة 6 في نفس التمرين، نفس وقت المباراة. الحمد لله الحمد لله ما عندناش إصابات، ما عندناش حد موقوف، كلنا جاهزين، اللعيبة جاهزة. مستر ميكالي كله تمام، مستر فيتوريا النهارده شرفنا وحضر التمرين، ايوه وكان ليه طبعا يعني مهم جدا الموضوع، جاي من اجازته جه علينا هنا على طول. ف يعني كل الحاجات دي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم ويساعدنا ان احنا نحقق الفوز بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن اللاعبين الحمد لله جاهزين فنيا، جاهزين بدنيا بشكل كبير حاسمة بخصوص التأهل بعون الله لأولمبياد باريس. والله يعني اللي احنا شايفينه واللي عايشينه، والله كله مركز وكله شغال، كله كويس، شغله شغال، فربنا يسهل ويكرم ان شاء الله. طيب يعني ردة فعل اللاعبين بعد تواجد فيتوريا وهذا الاهتمام الكبير، ومدير الفني المنتخب الوطني الأول جاي وبيساند ويدعم، ازاي استقبل اللاعبين فيتوريا وكلماته او الكلام اللي قاله للاعبين قبل مباراة بكرة؟ بص هو طبعا، بص هو احنا كله مركز ان احنا ان شاء الله زي ما حضرتك عارف احنا حاملين اللقب وجايين ناخد البطوله ان شاء الله، يعني من ساعه ما توصلنا هنا واحنا متفقين على كده. طبعا الحاجات الجانبيه اللي بتحصل دي بيبقى مردود نفسي كويس على اللعيبه برضه، يعني بتاثر نفسيا ان هم يتمرنوا، المدير الفني بتاع منتخب مصر الاول موجود بيتفرج على التمرين، اكيد برضه الحاجات دي بتدي دعم معنويه كويسه للعيبه. اكيد. طيب تالق ابراهيم عادل، تالق محمود صابر، عناصر مميزه، حمزه علاء، حسام عبد المجيد، محمد شحاته، في عدد بيتالق بشكل كبير جدا، خصوصا كمان ان احنا عارفين ان البطولات اللي زي دي والفئه العمريه دي بيبقى فيه اهتمام كبير قوي من قبل وكلاء اللاعبين، وبيحضروا المغرب او بيحضروا البطولات والكشافين يقعدوا يتابعوا ويشوفوا ابرز اللاعبين. ازاي انتوا كجهاز فني تمام قافلين على المنتخب عشان الهدف الاسمى يتحقق الاول، وبعد كده نتمنى ان الكل يحترف في اوروبا؟ قول لي الحته دي، لان الحته دي غايه في الاهميه. بص احنا انا فاكر قوي اول اجتماع عملناه مع اللعيبه، قلنا لهم دي فرصه عمركم، انت يا تكون يا لا تكون، اذا كان في ناديك او هتحترف او لاسمك او لاي لعيلتك لاهلك وطبعا لمصر قبل كل ده. اللعيبه عارفه ان دي فرصتهم، اللعيب اللي ما بيلعبش في نادي لما يرجع وبيتالق مع المنتخب هيبقى وضعه مختلف في النادي بتاعه، اللعيب اللي بيلعب في نادي عايز يحترف بره زي ما انت بتقول في وكاله وسمسره كتير موجودين هنا، كل الحاجات دي هتفرق معاهم جدا. بس طبعا كله مركز في حاجه واحده بس، ماتشاتنا وان احنا نكسب، ربنا يكرمنا ونكسب، هي دي الميزه. يعني ما فيش حد مركز في المكسب الشخصي دلوقتي، هو هيكسب المكسب الشخصي ليه ده طبعا، ناخد البطوله، سعره هيغلى، وضعه هيختلف، اسمه هيعلى، كل ده هيفرق مع اي حد، كان لعيبه او جهاز او اي حد، فكله مركز في الموضوع ده. فدي برضو ميزه اللعيبه ان هم قافلين نفسهم على نفسهم فعلا بجد يعني، ومركزين في حاجه واحده ان شاء الله ان ربنا يكرمنا. ان شاء الله. الهدف الاساسي بالنسبه للمنتخب، وانا عاجبني بصراحه في تصريحات ميكالي انه دايما بيقول احنا عايزين ناخد البطوله نفسها، مش مجرد ان احنا نتاهل لدوره الالعاب الاولمبيه بباريس، يعني اعتقد دي برضو او ده تفكير واصل للاعبين بالشكل الامثل، مظبوط كده؟ انا بقول لحضرتك احنا من ساعه ما جينا انا اول كلمه قلت لهم جماعه انا حاجز تذاكر العوده 9/7، انا مش راجع قبل 9/7، حلو اعملوا حسابكم على كده، وده فعلا حقيقي انا حاجز 9/7 من قبل ما نطلع البطوله، وانا فعلا حاجز عوده 9/7، لو
والله ما بقولش لا فعلا والله انا بعتك التذكره. فانا قلت لهم وبعت لهم كده قلت لهم بصوا يا جماعه انا حاجز 9/7 اللي عايز يرجع معايا يرجع فما عندناش رجوع قبل كده. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع بعد الفاينل ان شاء الله واحنا جايبين البطوله ان شاء ربنا الله. يا رب يكرمنا ونكسب بكره باذن الله مباراه غينيا الاول كاول خطوه ونبارك لكم تاني باذن الله. لكن في نفس الوقت عايز اطمن على الاعداد الخاصه بالجماهير اللي ممكن تحضر مباراه بكره الجماهير المصريه، هل عندكم اي معلومه بالعدد اللي ممكن يحضر؟ والله السفاره متواصله معانا والجاليه المصريه هنا متواصلين معانا بنوفر لهم التذاكر وبيجوا هم بيحضروا بصراحه كل ماتش. الجانب المغربي بيشجعنا برضه يعني ماتش الفجر وهنا بعدد كبيره من الجمهور المغربي بيشجعنا دي برضه حاجه كويسه. فيعني لا كله الحمد لله جاهز ومستعد يعني للمباراه بكره ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن محمود ودعواتنا كلنا لمنتخبنا الوطني الاولمبي ان شاء الله تفرحونا بكره وان شاء الله باذن الله تجيبوا البطوله كمان. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي كان معنا في مداخلة مهمة من المغرب وطمننا بشكل كبير جدا على المنتخب الوطني. طيب